إلى الشأن الليبي الآن، اتفاق بين حكومة دبيبة في طرابلس وقادة الميليشيات المسلحة ينهي وجود الأخيرة في طرابلس والذي دام عقدا من الزمن. هذه المفاوضات استمرت أشهر طويلة بين مسؤولين في وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية مع الجماعات المسلحة قبل أن يعلن مسؤول إدارة السلاح ونائب رئيس الاستخبارات السابق عماد مصطفى طرابلسي أن طرابلس ستكون خالية من الميليشيات بنهاية رمضان المقبل. ينص الاتفاق على أن الشرطة ستتكفل بأمن طرابلس ومقراتها الأمنية بدل القوات المسلحة المنسحبة إلى مقراتها خارج المدينة. يأتي الاتفاق على انسحاب الميليشيات من العاصمة الليبية بعد سلسلة من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها منطقة طرابلس مثل تلك التي وقعت في أغسطس الماضي بين قوات الردع الخاصة واللواء 444 والتي تسببت بمقتل 55 شخصا أبرز تلك الميليشيات. مع غيداء السالم، تفضلي غيداء. شكرا ميسون. تتعاقب عليها الأزمات منذ 11 عاما. لطرابلس الليبية تركيبة عسيرة تنتشر فيها الميليشيات المسلحة بكثافة، أبرز الميليشيات اللواء 444. هذا شعارها. ظهرت قبل 5 سنوات تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية يقودها محمود حمزة، وهو ضابط سابق في قوة الردع الخاصة. بينما ميليشيات الردع الخاصة لمكافحة الإرهاب، وهي من أكبر المجموعات المسلحة في العاصمة ويقودها عبد الرؤوف كارا، تسيطر هذه الجماعة على مطار معتاق الوحيد في طرابلس وأيضا على مينائها. بينما جهاز دعم الاستقرار هي القوة الثالثة في طرابلس والأبرز في مناطق وسط العاصمة الليبية ويترأسها عبد الغني كيكلي. أما ميليشيات رحبة الدروع فتنشط بتاجورا في الضاحية الشرقية من طرابلس. عدد المقاتلين فيها لا يزال غامضا، يترأسها إبراهيم خلف الله. وعلى الجهة الأخرى، أي غرب العاصمة، تسيطر عليها ميليشيا أمن العام يقودها عبد الله طرابلسي شقيق وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية. تسيطر ميليشيا الأمن العام على مجموعة من المصارف والمصالح الحكومية في غرب العاصمة.